أتمنى كلكم تكونون بخير وصحة وعافية. اليوم إن شاء الله راح أسوي لكم لوك خفيف وناعم حق إذا حابين تحطون حق الدوام، أو إذا عندكم طلعة الصبح، أو إذا حابين تحطون ميك اب هيلثي يخلي وجهكم صحي أكثر. أول شيء راح نبدأ بهذه الباليت من Urban Decay. هذه الباليت ألوانها دافية وبيسك، يعني أساسية. راح ناخذ اللون الأبيض نحطه على مدمع العين تحت الحاجب، والمتبقي في الفرشة نوزع على باقي الجفن. مو لازم تستخدمون نفس البرودكتس اللي مذكورين بالفيديو. أي منتجات عندكم قريبة من ألوان البرودكتس اللي مستخدمتها ممكن أنكم تستخدمونها. خطوة ثانية راح ناخذ اللون البني الفاتح شوية بفرشة سيجما البلندينج، نحطها على كسرة الجفن. بعدين راح نحط اللون البني الأقمد شوية بهذه الفرشة من سيجما. راح نحط على الجفن المكان الموازي حق الرموش. راح نحط جنة آيلاينر لكن راح نموها بعدين. بعدين بالبلندينج برش راح نسوي بلندينج حق الخط اللي حطيناه. ما نبي يختفي، بس نبي نموه الحدود، نبي بدون حدود. وبعدين إذا حسيتوا إن اللون الأبيض اللي منتصف الجسم اختفى، بس زيدوا شوية من الآي شادو الأبيض. بعدين باللون البني المتوسط اللي مايل إلى حمار شوية راح ناخذ نحط على الجفن التحتي، وبعدين ببلندينج برش كبيرة راح نسوي بلندينج على كل الآي شادوز اللي حطيناهم على العين. ما نبي أي حدود ونبي كل شيء يبين طبيعي. بعدين راح نحط المسكرة على الرموش الفوقية والتحتية. هذولا المسكرتين اللي قاعد استخدمهم أكثر شيء في الوقت الحالي، واحدة من لوريال وواحدة من بورجوا. حاليا قاعد أحط لوريال. اختاروا أي رموش من أي ماركة لكن لازم تكون خفيفة، ولزقوهم بصمغ ما يكون فيه لون لأن احنا مو حاطين آيلاينر. الحين راح تلاحظون ان الصمغ لزق على باجي جفني، فبس ينشف الصمغ بس اخذ الملقط واشيل الصمغ، واذا حسيت ان الاي شادو تاثر اخذ اللون الابيض واغطي فيه. الحين حق الكحل داخل العين راح نحط هذا الكحل البيج رقم 16 من دييغو. تقدرون تحطون اي كحل من اي ماركة، لكن بيربيري عندهم كحل وايد حلو بيج تحت حق داخل العين، توني متعرفة عليه وحيل حيل حلو ثقيل. هذه الخطوة وايد مهمة في ان نخلي الوجه صحي اكثر، اللي هي الهايلايتر. راح اعرفكم على 2 هايلايترز تقدرون تستخدمونهم، اللي هي انستازيا بيفرلي هيلز ونيكس. هما الاثنين وايد حلوين، نتيجتهم وايد حلوة. راح استخدم في هذا الفيديو نيكس. حني حق البلاشر اخترت هذا البلاشر من بورجوا. لونه وايد طبيعي وحلو، واذا حابينكم يصير اللوك هيلثي اكثر حطوا لون مشمشي تقريبا نفس هذا اللون، راح يبين وايد طبيعي وحلو. الحمرة من ماك راح يطلع اسمها على الشاشة، حبيت انها تكون بيج مايلة شوية على المشمشي عشان تكون طبيعية ومناسبة حق الصبح. وعشان أخلي اللوك صحي أكثر حطيت هذا الجلوس من نيكس، أيضا راح تطلع درجته على الشاشة. إذا حابين تخلون اللوك مات عادي خلوه بدون جلوس، وإذا حابينكم تحطون بس جلوس عشان تخففونه أكثر أيضا ممكن.
وبس كذي خلص فيديو اليوم، ان شاء الله تكونون استفدتوا واستمتعتوا فيه. لا تنسون اذا حبيتوا الفيديو تسووا لايك، اذا عندكم اي اقتراح كومنت او استفسار تكتبونه بالبلوج او بالانستغرام، لا تنسون تسوون سبسكرايب عشان يوصلكم ايميل بكل شيء جديد ينزل القناة. اشوفكم ان شاء الله بالفيديوهات الجايه، باي باي.